بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التروفي هذا يقول لك اقتل 3 زومبي بسلاح الدعم، فافضل حل لك القنبله الخضراء، وانا هنا جبته عشان انا ودي اسهل عليكم. فالقنبله الخضراء تلقاه هنا في نفس المكان، وفي نفس المكان تلقى عنده 3 زومبي. شوف الثالث تلقاه نايم، فانت تطلق عشان يقوم، فتنزل هنا تاخذ قنبله خضراء. فانا حبيت اسهل عليك، تلقى قنبله خضراء جنبك 3 زومبي تفجرهم تجيب التروفي. هذا افضل مكان، شفني تحت حاط لك اللي هو سويرز المجاري لور اللي هو في الخريطه يطلع لك مثلا الدور الثاني الثالث الاول، هذا لور. طبعا بيفور ذا لور ووتر واي، يعني قبل المكان ذا في الخريطه. انا اوضح لك الخريطه الحين، اتمنى الشرح كان واضح، في امان الله.